شي بسيط بيسعد قلب الشخص اللي بتحبه وبيخليه يتعلق فيك دايما ويتمنى رضاك ويتمنى القرب منك. أوقات كتير بيحدث إنه منكون منحب الشخص بصدق ومن كل قلبنا، ولكن ما منعرف كيف نسعده وما منعرف كيف نخليه يكون سعيد برفقتنا، على الرغم من إننا منكون منحبه بكل صدق وعمق وإخلاص. بهالفيديو راح اشرح لكم شي بسيط كتير او راح قلكن عليه تقدروا من خلاله تسعدوا قلب الشخص اللي بتحبه، حتى اذا كان زعلان منكم وحتى اذا كان في حالة غضب. هيدا الشي هو باختصار النكتة او روح النكتة، روح الدعابة. مثل ما منعرف روح النكتة والدعابة مش كلنا عنا يا للأسف، هو موهبة مثله مثل كتير مواهب تعطى أو توهب للشخص، مثل الموسيقى، مثل الفن الإقناع، مثل يعني كتير أمور هي بتكون بالموهبة وبالفطرة. ولكن هيدا الشيء ما بيعني إنه نحنا مش قادرين نكتسبه أبداً، بلا قادرين نكتسبه وقادرين نتعلمه وقادرين ننمي شوي عنا حس النكتة وحس الفكاهة، حتى إذا ما كان في عنا إياه بالموهبة وبالفطرة فهناك طرق معينة قادرين من خلالها ننمي ونربي حس النكتة وحس الفكاهة بداخلنا. كيف بتقدروا تنموا حس النكتة؟ قبل ما قلكم رح اشرح لكم ليش حس الفكاهة هو بيسعد قلب الشخص اللي منحبه. اثبتت الدراسات انه هناك علاج، او الدراسات النفسية تحديدا، هناك نوع من العلاج النفسي يسمى العلاج بالضحك، نظرا لفوائد الضحك الكتير كبيرة ان كان على الصعيد النفسي او على الصعيد الجسدي. يعني مثلا الضحك، إذا نحن ضحكنا أو ضحكنا الشخص اللي قبالنا فهو رح يتغير من موقف سلبي لموقف إيجابي تجاهنا، ورح إذا كان معصب فأنت لما تكب نكتة أو كلمة تضحكه فهو رح يتغير من موقف كتير سلبي وكتير عدائي تجاهك لموقف كتير بوزيتيف وإيجابي، حتى إذا ما كان حبيب. حتى فينا نستعمل هالطريقة مع الأصدقاء العاديين وبالعمل وبأي شيء منحس إنه نحن في موقف صعب أو موقف عم نتعامل مع شخصية متعبة أو معقدة نوعا ما، فمنقدر بحس الفكاهة وبحس النكتة إنه نغير موقفه ونكسر الجليد ونخليه أكثر تفاؤلا وأكثر إقبالا وأكثر سعادة على التعاطي معنا. هيدا من الناحية النفسية ومن ناحية التعامل مع الشخصيات. أما من الناحية البيولوجية، أولا مفيد لأمراض القلب، بقوي جهاز المناعة، بقوي الجهاز العصبي وأيضا السكري وغيرها من الأمور التي لا تعد ولا تحصى. إذن عم نشوف أداء الضحك وأداء إذا ضحكنا الشخص أداء نحن أثرنا عليه نفسيا وجسديا. لمقصود نقوله هون، أنت لما يكون في حالة توتر أو حالة ضغط نفسي بينك وبين الشخص اللي بتحبه، أو تحس إنه هو متوتر، أو صار في شوي شحنات سلبية بالعلاقة بينك وبينه، وصار في كتير ضغوطات وصار في عتاب، كل هالشحنات السلبية حتى إذا كان هو بحبك حب صادق وإنت بتحبه حب صادق رح تأدي لا أو رح تهدد العلاقة بالخطر ومن ضمن الانفصال وغيرها من الأمور. فإذا بدك تحافظ على هالشخص، إذا شفته بمزاج سيء أو أنت كنت مزعله أو صاير أي صدمة بيناتكم أو أي ضغط وحسات أنت إنه العلاقة بلشت تتوتر، فخلي تواصلك معه يكون إنك تكب نكتة معينة ولو برودكاست. وهلأ رح أعلمكم كيف. أنا على صفحتي لميس شعبان على الفيسبوك دايما بنزل
نكت ومنشورات مضحكة، لأني أؤمن أنه هيدي المنشورات صحيح إذا أنتم عم بتتابعوني لأجل الاستشارات النفسية أو العاطفية وغيرها من الحكم والأقوال اللي بنزلها، فأنا أيضا لازم ضحككم، لأنه إذا نزلت بوست مضحك وفي روح النكتة فأنا عم بعطيكم هالطاقة الإيجابية وعم أثر عليكم بالفوائد الصحية اللي سبق ذكرها، وهيدا كله رح يزيد من حبكم لإلي. فأنا لما نزل منشورات مضحكة أو فيها نكتة كمان بكون قصدي هيدي الناحية أو هيدا الموقف الإيجابي. بتقدروا أنتوا تاخدوا من صفحتي، تاخدوا برودكاست من أي، في كتير صفحات على جوجل، على الانستغرام، على الفيسبوك، في كتير جروبات وصفحات مخصصة للنكت وللأشياء المضحكة، وهيدي بتقدروا تستعملوها ولو ترسلوها كرسالة على الواتساب للشخص اللي بتحبوه، فهو أو تحفظوها وتقولوا له هي بالكلام، فهي كتير رح يكون في إلها تأثير إيجابي، ورح يضحك هيدا الشخص ورح يتغير موقفه السلبي، وبالتالي رح يحسكن مصدر للتفاؤل للسعادة، وهيك رح تقوى العلاقة ورح يتمنى يضل يتواصل معكم. وهلأ رح اترك لكم نموذج بنهاية الفيديو أيضا عن بعض النكت اللي سبق ونزلتها عندي على الفيسبوك. طبعا لاستشاراتكم الخاصة أو لتحليل الصورة الشخصية بتقدروا تتواصلوا معي عبر الروابط اللي تركت لكم إياها بأسفل الفيديو أو بأول تعليق. إذا بعدكم ما اشتركتوا بالقناة ما تنسوا أنكم تشتركوا، تضغطوا على الجرس. أنا بشوفكم بفيديو تاني.